أهلا يا شباب، ازيكم؟ النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من محاضرات مهارات العرض. المرة اللي فاتت اتكلمنا في البرزنتيشن سكيلز انها بتتقسم لثلاث حاجات أساسية. الحاجة الأولانية هي ازاي انت ترتب أفكارك وانت بتتكلم، ازاي تعمل ستراكشر للمواضيع أو المكونات بتاعة البرزنتيشن بتاعك. النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي أسلوب العرض، استخدام لغة الجسد ونغمة الحديث. وزي ما اتفقنا الجزء الثالث المساعدات البصرية زي السلايدز، ليها المحاضرة رقم 11 في البلاي ليست بتاعت Literature and Art. زي ما اتفقنا هحط لكم برضو لينك تاني في الديسكريبشن تحت الفيديو ده للي عايز يبص على ازاي الألوان بيتم اختيارها، ازاي الفونت بيتم اختياره، وازاي لما بتيجي تختار ايكونز حتى بتعمل شكلها عامل ازاي. طيب النهارده راح نتكلم في اسلوب العرض، لغه الجسد ونغمه الحديث. تعالوا الاول نقول هي ايه نغمه الحديث دي. خدتوا بالكم انا عملت ايه دلوقتي؟ انا لما باجي اتكلم لازم الصوت بتاعي يبقى متماشي مع البانكتيويشن بتاع الجمله. يعني لو انا عندي في الاخر علامه استفهام فانا ممكن اتكلم معاك واقول لك هي ايه نغمه الحديث، اكن الكلام اللي انا قلته في اخره علامه استفهام مش مكتوبه بس انت سمعتها في صوتي. أو لو أنا بتكلم بتعجب نغمة حديث، اللي حصل هنا إيه؟ اللي حصل إن أنا نغمة صوتي إديتك إحساس إن في علامة تعجب في الآخر. أو أنا ممكن أتكلم بطريقة تخلي إن أنا بحط نقطة في آخر الكلام زي نغمة الحديث، خلاص يعني الموضوع اتقفل. ممكن تكون بتتكلم أنت عايز تتكلم على نغمة الحديث ولغة الجسد، وبالتالي هتلاقي نغمة صوتك بتطلع وبتنزل مع البانكتويشن. فنغمة الحديث هنا المقصود بيها أن لازم صوتك يكون معبر، بيطلع وبينزل مع العلامات اللي هي زي علامة التعجب، علامة الاستفهام، النقطة، الفاصلة، النقطتين فوق بعض، كل الحاجات دي كلها لازم يبقى فيه نغمة في صوتك وأنت بتقول. لو الموضوع ده محتاج محاضرة تانية لوحده ويا ريت تبعتولي في الكومنتس عشان خاطر نتكلم فيه باستفاضة أكتر. النهاردة اللي هنتكلم فيه باستفاضة أكتر هو لغة الجسد، وهسيبكم مع 7 نصايح لاستخدام لغة الجسد. وعلشان خاطر طبعا تتشرح بطريقة منطقية وواضحة قررت أعمل لكم فيديو في ال7 نصايح دول، وأنا بعمل لهم ديمونستريشن بحركة إيدي وبحركة جسمي عشان تبقى معلومة توصل أحسن. وما تنسوش لو حد عنده أي كومنت أو أي طلب لأي حاجة محتاجينها تتعمل في محاضرات مش تنمية بشرية ياريت تكتبولي أو تبعتولي على الفيسبوك. أهلا يا شباب، إزيكم؟ النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا هو البادي لانجويج. ناس كتير مننا بتضطر تعمل برزنتيشنز في الكلية وغالبا بتعملوا أخطاء كتير بتخلي اللي قدامك يا إما ديستراكتد يا إما مش فاهم اللي أنت بتقوله كويس قوي. فالنهاردة هنتعلم 7 نصايح إزاي تستخدم البادي لانجويج بتاعتك في حاجتين. اول حاجه ان انت تخلي اللانجوج بتاع جسمك تساعدك توصل المعلومه، والحاجه الثانيه هي ازاي يبقى عندك نوع من انواع الحضور او البريزنس. تمام، تعالوا نبدا مع بعض ال7 نصايح. النصيحه الاولانيه اهم حاجه في الموضوع وانت بتتكلم مع الناس، احنا مش عايزين نعمل ديستراكشنز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ايدك ما ينفعش تطلع فوق كتفك، حرك ايدك زي ما انت عايز، اعمل جيستشرز. الجيستشرز دي كلها هتساعد الناس ان انت تفهمهم انت بتقول ايه، بس اول ما توصل هنا دي بقت مشكلة. ليه؟ اول ما ايدك بتطلع فوق مستوى كتفك بتاخد النظر من وشك اللي الناس محتاجة تركز معاك اللي انت بتقوله. كده ما ينفعش، كده ممكن. تمام؟ دي النصيحة الاولانية، ما ينفعش ايدك تطلع فوق مستوى كتفك. تمام؟ طيب النصيحة التانية، النصيحة التانية ليها علاقة بالاي كونتاكت. دلوقتي لو احنا بنتكلم على ان انت محتاج تعمل برزنتيشن لمجموعة من الناس مش اونلاين، لو انت اونلاين مفيش مشكله انت بتبص في الكاميرا. طيب لو انت بتعمل برزنتيشن قدام مجموعه من الناس، في قاعده اسمها 3 في 3. القاعده دي معناها ايه؟ معناها ان انت بتقسم الجمهور اللي قدامك لثلاث مجموعات، مجموعه على اليمين ومجموعه في النص ومجموعه على الشمال. الثلاث مجموعات دول لازم كل مجموعه منهم تديهم اتنشن على اقل 3 ثواني. يعني ما ينفعش تودي عينك ما بينهم كده اهو، لا انت كده هتجننهم خلاص. فالحل الوحيد ان انت لازم تدي كل واحد فيهم على الاقل 3 ثواني. 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. ودي كده تبقى القاعدة التانية او النصيحة التانية. طيب تعالوا نتكلم بقى في النصيحة التالتة، ازاي تخلي الناس تبقى مركزة معاك اكتر في اللي انت بتقول. واحدة من الحاجات الاساسية اللي احنا ممكن نكون بنعملها زي ما انا بعملها دلوقتي فكرة حركة الايد، ليها علاقة بيه الجستشرز لازم تكون معبرة عن اللي انت بتقول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وانا بتكلم دلوقتي كنت بقول لك 1 و2 و3،
لما البني ادم بيستقبل المعلومات باكتر من حاسه، من اكتر من سنس، المعلومات بتثبت احسن. في فرق بين هو يسمعني بس او ان هو يسمعني ويشوفني، صح؟ طيب هل في حاجات تانية ممكن نعملها غير الارقام؟ طبعا لو انت بتتكلم عن دايره او بتتكلم عن مربع، هيبقى كويس جدا ان انت تستخدم الجستشرز بتاعت ايدك، ان انت تريبليكيت نفس الكلام اللي انت بتقوله، وبالتالي ده هيساعد الناس انها تبقى متابعه معاك اكتر وعندها ريتنشن عالي. طيب دي كده النصيحه الثالثه. طيب النصيحه الرابعه ليها علاقه بالاتنشن بتاع الناس. يعني ايه الاتنشن بتاع الناس؟ فكره ان انت وانت بتتكلم ممكن تلاقي الناس بتركز في حاجه تانية او بتعمل حاجه تانية. في بعض الناس اللي هي الانفلونسرز بيستخدموا حاجه اسمها الاي براو ريز. يعني ايه الاي براو ريز؟ يعني انت وانت بتتكلم مع حد ومستخدم حواجبك وترفعها شكلي كريبي، صح؟ انا عارفه في ناس كتير بتعمل كده عشان خاطر تبين للي قاعد قدامها اللي مش منتبه انا شايفاك انت مش مركز. في ناس تانية بتستخدم طريقه تانية انها تفضل تتمشى على الستيج، لان لو هي بتتمشى على الستيج هتلاقي العين دايما ماشيه معاها وخلي الناس مركزه اكتر. فدي كده بالنسبه للاتنشن بتاع الناس، ودي كده النصيحه رقم 4. النصيحة رقم 5 بتتكلم عن لما حد يقف يسألك سؤال انت محتاج تبين له وتحسسه ان انت you accept him، you accept السؤال بتاعه. فبتعمل حاجة من اثنين، يا اما بتعمل lean in بتوطي ناحيته بحيث ان هو يحس ان هو included وان هو accepted وان هو مقبول ان هو يسأل، او بتعمل حاجة تانية الhead tilt. الhead tilt او ان انت بتميل دماغك، ده برضو بيديله احساس ان هو he's listened to he's heard، تمام؟ ودي تبقى النصيحة رقم 5. طيب النصيحة رقم 6 ليها علاقة بالكاريزما والحضور. من الحاجات الأساسية اللي انت لازم تعملها علشان خاطر يبقى ليك حضور وكاريزما عالية فكرة الإكسبرسيف فيس. ايه موضوع الإكسبرسيف فيس ده؟ exactly. لما تتكلم لازم تكون بتتكلم ملامحك، ملامح وشك بتعبر اللي انت بتعمله. انت بتسأل سؤال او انت متعجب او انت بتقول معلومة لا تقبل الشك. طبعا مفيش حاجه اسمها معلومه لا تقبل الشك، بس ملامح وشك هي اللي محتاجه تعبر عن حاجه زي كده، وده بيعلي جدا الاتنشن بتاع الناس ليك، وفي نفس الوقت بيزود الحضور بتاعك والكاريزما. اخر نصيحه، الناس اللي بتبقى مش عارفه تعمل ايه بايدها، مش عارفه تتحرك ازاي، من احسن الطرق اللي الناس كتير بتستخدمها علشان خاطر تبين قد ايه ان هم كونفيدنت هم بيتكلموا، هي الحركه دي. الحركه دي من اكثر الحركات اللي انت لو انت مش عارف تعمل ايه بايدك سهل جدا ان انت تحط ايدك بالمنظر ده، وده بيدي انطباع اللي قدامك ان انت very confident من اللي انت بتقوله، وكمان more credible، الناس تبقى مصدقه اللي انت بتقوله. وده على فكره بناء على بحث علمي، مش انا اللي بقول كده، يعني في ناس عملت بحث علمي واثبتت ان الناس اللي بتتكلم بالمنظر ده بيبقوا credible اكتر او more confident. دول كده 7 نصايح تعمل ايه علشان خاطر تستغل body language بتاعتك في ان انت تقدم presentations قويه، تقدم presentations فيها حضور، وتزود نسبه retention اللي عند الناس بالكلام اللي انت بتقوله، او نسبه فهمهم للكلام اللي انت. شكرا، نشوفكم بعدين. طيب يا جماعه، بعد ما شفنا الفيديو ده نقدر نقول الخلاصه بتاعتنا النهارده، ان انت ممكن تستخدم البادي لانجوج بتاعتك او نغمه الصوت في ان انت تعملش ديستراكشنز للجمهور، ازاي ان انت ممكن تزود قدره الجمهور على الاستيعاب، او ان انت تحسن حضورك وقدرتك على التاثير والكاريزما بتاعتك. اتمنى ان فيديو النهارده يكون مفيد، ويا ريت ان شاء الله لو في حد فيكم عنده اي كومنت او اي طلب لاي فيديو محتاجين نتعمل على القناه بتاعه مش تنميه بشريه، يا ريت تبعتولي هنا او تبعتولي على الفيسبوك. مع السلامه.